ازيكم صحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي ومعاكم جادة من قناة عالم جودي وجادة. النهارده احنا فيديو جديد بس عامل فيديو اللي مكسر فيديو ده 2000 لايك. مبسوطين جدا، فرحانين جدا وهمدانين. ايوه. النهارده كوباية المية طالعة في الحيطة. لا مش هنعيد. هاتي احنا راجعين من بره تعبانين جدا همدانين جدا، عمالين نشرب كمية مية رهيبة. طبعا فيديو الجولة، لا هما بيحبوكم. الفيديو اللي فيه جولة البحث عن شنطة المدرسة نزل على قناة عزة هوم. خلصنا البحث عن شنطة المدرسة ورحنا الفجالة، كملنا البحث عن أدوات وطلبات المدرسة، تعبنا جدا معرفناش نصور نهائي، الدنيا هناك زحمة ولخبطة وأسعار رهيبة، فمن كتر اللخبطة كنا كاتبين كل حاجة في ورقة احنا محتاجينها. كنا بنمشي بندور على الحاجات اللي احنا بندور عليها واللي احنا محتاجينها، مش مركزين ان احنا نصور او ما نصورش، ما كناش عارفين ولا مركزين. بس احنا عملنا ايه؟ مش مشكلة، احنا عملنا ايه؟ اشترينا كل الحاجات اللي احنا كنا مجهزينها وكاتبينها في ورقة المهمة صح، وقلنا نصورها معاكم في فيديو لوحده عند عالم جودي وجادة علشان تستفادوا، تعرفوا الاسعار وتعرفوا احنا جبنا الحاجة منين. اول حاجة احنا جبنا الحاجة منين؟ من الفجالة. الفجالة دي تعتبر عند محطة ايه؟ رمسيس. صح؟ يعني ينزلوا مترو رمسيس ويسألوا على الفجالة، قال في مين هيشاور لهم على الشارع اللي فيه الكتب والكراسات والحاجات دي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تبدأوا الفيديو بالادوات ولا بشنط المدرسة؟ اللي يعجبكم. الدرس احنا جبنا لجايده شنطه مدرسه بالحاجات بتاعتها كامله، وجبنا لجودي شنطه درس. طب نفهمهم، قولي. جبنا لجايده شنطه مدرسه، ما جبناش درس لان عندها شنطه الدرس بتاعتها سليمه. جبنا لجودي شنطه درس، ما جبنا لهاش شنطه مدرسه لان شنطه المدرسه بتاعت جودي بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي بي زد لسه جديده نوفي، يعني ما شاء الله عليها، هم هيشوفوها اول يوم دراسه او هيشوفوها واحنا بنجهزها ما زي وجدت في حقيبه المدرسه، هم نفسهم هيشهدوا هي حلوه ولا لا. صح؟ بس انا برضو راضيتك وراضيتها، جبت لكل واحده اللي كان ايه اللي كان ناقصها. نقول بسم الله. هتبداي بايه؟ الشنطه عشان جايداء متحمسه وكلنا متحمسين. طيب نقول بسم الله. اول حاجه رحنا روكسي، ما لقيناش حاجه بي زد كده تكون محترمه وشكلها شيك ويعجب جايده، طلعنا على العتبه وسط البلد وجبنا من هناك الشنطه القمر اللي جايده هتطلعها لكم دي. قولي بقى بسم الله. مش مشكله. يلا بالراحه، دي لسه بتعمل الحركه دي من صغرها. يلا نقول بسم الله. استنى انا هقرب لك شويه. اول حاجه الشنطه بتاعه، شدي لفوق 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 لفوق. شاطر. هو لسه في مفاجآت جوه الشنطه صح؟ جوه الشنطه دي. اول على فكره يا جايداء حد بيزغرط لك تحت، تحس ان هم بيباركوا لك على الشنطه. نقول بسم الله. اول حاجه الشنطه بتاعه المدرسه هي، هاتي بقى كده انا اقربها لهم. جبناها زي ما احنا طبعا متعودين الحمد لله. بي زد باباهم بيحب الماركة دي جدا، وهو عارف ان الماركة دي بتعيش وبتريحنا سنة سنتين ان احنا ما نشتريش شنطة. يعني اخر سنة اخر مرة اشترينا فيها الجايدة كان من امتى؟ من سنتين. قعدت معاها تانية وتالتة ابتدائي وشنطة كانت زي القمر ولسه زي الفل، فباباها بيحبنا نجيب الماركة دي لان هي بتقعد. طب افتحها لهم بقى كده وريهم هي كام جيب. اول حاجة فيها ايه؟ فيها جيب من هنا صغير. فيها ايه تاني؟ فيها جيب تاني. بالراحة عشان الورقة دي مهمة جدا، الورقة دي اللي فيها السيريال نمبر بتاعتها وفيها كل حاجة. لانش بوكس. لا مش هنحتاج. ماشي. ها الجيب الصغنون اللي بيتحط فيه المصروف او الفاكهة. الفاكهة. ايه تاني؟ وفي ايه ده؟ ايوه سوسته بقى اسمهم ايه؟ للكراسات والكشاكيل اهي. والسوسته بقى الكبيره بتاعت الايه؟ بتاعت الكتب. ايوه هاتي بقى كده انا اقربها لهم شويه. الله هاتي بس انا هنقول الله كل حاجه ما شاء الله. والجيب الكبير اللي هو اللي بيبقى فيه الجيب الصغنطه ده. بصوا بقى الشنطه حلوه جدا،
بيزد ماركه محترمه جدا طبعا، بتشتروها مغلفه لحد السوست كده، بتكون مغلفه وبتكون بالورقه بتاعتها دي اللي هي تعتبر الضمان. هي من ورا مريحه جدا جدا جدا، طبعا دراعاتها ما اقولكوش. شنطه زي دي انا عايزه اوريهم الحاجه بجد بجد، احنا بنحبها، احنا ايه بنحبها او بنحب النوع ده. حطيها جنبك، حطيها جنبك. نقول لهم الاول جبنا الشنطه بكام ولا نوريهم ونقول لهم في الاخر؟ ماشي. جبنا ايه مع الشنطه؟ اهو ده بقى اللي قولي الله لحد الصبح. يلا يلا بسرعه. جبنا ايه؟ جبنا اللانش باج، وطبعا جبناها هي ماشيه مع الشنطه. ده كده طقم على بعضه، دي لوحدها كده. هاتي يا قلبي ثواني افتح الشنطه. افتحي يا قلبي، عايزه اوريهم بس الماتيريال بتاعتها. ايوه هي من جوه، وريني الاكل اللي هناخدها في المطبخ. صح صح، وفي الخروجات اللي بناخد فيها اكل. هي من جوه حراريه كده، وفيها استك كده صغير علشان لو عايزين تثبتوا الايه الازازه. الاستك ده لايه يا جايدتي؟ لتثبيت ايه؟ ازازه الميه. صح، لتثبيت ازازه الميه. بصوا ممكن احط حاجه حلوه من هنا كده، من هنا الماتيريال بتاعتها ناشفه كده، ومن هنا في الجزء ده علشان لو عايزه تعلقها في اي شنطه تانية او في اي حاجه تانية. وطبعا وطبعا اليد الايه، اليد الطويله دي اللانش باج. ايه تاني؟ اصبري انتوا الاثنين مع بعض. ايوه 1 2 3. جبت لجايدتي مقلمه نفس الطقم بتاع الشنطه واللانش باج، وجبت الجودي واحده. هي جودي شنطه المدرسه بتاعتها معاها مقلمه، بس دي عجبتني وكده كده بتتباع لوحدها، فانا جبتها لها برضو. جبت لها واحده بس شنطه مدرسه جودي لونها موف، فجبت لها موف. وطبعا جايداء الطقم كله بينك، فجبت لها ايه؟ بينك. تمام. على فكره لو كنت جبت لك الموف برضو كانت هتلاقي عشان شنطتك فيها موف يا جايده، بس انت البينك ده الطقم بتاعها اصلا. وريهم بقى مقسمه ازاي يا جودي. جيب في سوسته، ايوه شبكه، وهنا في تقسيمه للاقلام، وكمان في ايه، في جيب ورا لو هيحطوا حاجه مفروده. وريني بقى كده عشان عايزه اقربها لهم. جميله انتوا الاثنين يا قلبي. بصوا ثواني يا قلبي، ده شكلها هي حلوه قوي بصراحه. اللي عجبني فيها بقى بالرغم ان جودي ما شاء الله مقلمتها وشنطتها زي الفل، ان هي من جوه خطيره. الجيب الشبكه ده بصوا الماتيريال بتاعته جميله جدا جدا جدا. وهنا الجزء ده علشان الاقلام، والجزء ده علشان لو يحطوا مسطره او اي حاجه مفروده معاهم، مثلث، حاجه منقله. استني يا قلبي استني يا قلبي، دي كده جبتها لجودي. طب وريهم الشنطه بتاعتك بقى يا جودي. فين شنطتك؟ شنطه الدرس. اديها تطلع الشنطه بتاعتها فجاه بقى. ايوه تطلع على ما لقيناها. بس انا موعده جودي لو احنا ماشيين في روكسي او في وسط البلد او في مدينه نصر في اي وقت ولقيت شنطه كمان تعجبها تبدل فيهم، هجيب لها كل اللي هي عايزاه. قولي بسم الله. جودي بعد لف كتير 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 وصلنا ان احنا نجيب لها الشنطه دي. اموره بصوا بقى الشنطه الوحيده اللي عجبتها. اولا اولا هي حلوه جدا. عجبني فيها ايه بقى؟ ثانية واحدة يا قلبي. سواني. ايه يا قلبي؟ هقول الأسعار كلها. عجبني فيها ايه؟ عجبني إن هي من جوه الماتيريال بتاعتها رائعة. مش حاجة كده من اللي هي البلاستيك أو المشمع، لا هي من جوه مبطنة كده وقوية. القماشة بتاعتها القماشة بتاعتها حلوة. جيب من هنا كده مفتوح، وهنا في سوستتين، السوستتين الجيوب بتاعته مشغلة، يعني مش منظر بس. وكمان الدراع العريض ده ما بيتعبش في الشيل، وعجبني اكتر ان هو ناعم زي الشنط اللي بنشتريها للعيد وللخروج يا جودي، نفس الماتيريال. تمام، دي كده الشنطه اللي انا جبتها لجودي مع المقلمه. وطبعا جودي زي ما قلت لكم عندها ايه، عندها شنطه المدرسه. نقول لهم الاسعار، نقول لهم الاسعار. نبعد بقى كده شويه، نرجع كده تاني. وقفي بقى الشنطه بتاعتك كده يا جايده، وانت يا جودي حاسبي يا جايده. بالراحه هاتي اللانش باك كده. شقه عمري في التلاجه. هو فعلا، لا هنا هنا عند الكراسات يا قلبي. هو فعلا شقه عمري بقى في الشنطه مش في التلاجه. بصوا بقى الشنطه ايه ده. ثواني فين الورقه؟ ثانيه واحده. طيب احنا لقينا الورقه اللي فيها الاسعار الحمد لله. الشنطه الاموره بتاعت الانسه الاموره، شقه عمري في الشنطه. الشنطه ب 950 جنيه بيزد. دي مقاس ايه؟
مقاس 16 الوسط ب 950 ومقاس 14 لو هتجيبوا المقاس الاصغر شويه كان ب 800 وحاجه والكبيره اللي على مقاس جودي ب 1500 دي المقاس الوسط ب 950 اللانش باج وريهم كده اللانش باج يا جايده اللانش باج ب 320 تمام وجبنا مقلمتين المقلمه ب 170 والشنطه السوداء بتاعه جودي بتاعه الدرس ب 200 تمام كله اه كده الحمد لله كده احنا دفعنا في المحل بتاع بي زد لوحده 1610 وبعد كده المحل اللي قدامه دفعنا فيه 200 جنيه للشنطه بتاعت عايزه تعلقيها طب تعالى صورك بيها الاول نلم نلم لا نبقى نعلقها لهم بقى نوريهم الشكل النهائي لما تيجي تلبسيها لمي الشنط او حطيها وراكي على الكنبه او جنبك على الكرسي ايا كان بالراحه عشان شقه عمري في الشنطه طيب يلا عشان كده الفيديو طويل قوي مننا نقول بقى بسم الله رحنا الفجاله واشترينا الحاجات الاساسيه للسنه الدراسيه الجديده تقريبا احنا جبنا كل حاجه مش فاضل غير حاجات بسيطه جدا ممكن جودي تحتاجها صح فهنقول بسم الله نبدا معاهم من اول ايه بقى مش عارفه اشوف انت لا اقول لا نبدا من اول الكشاكيل الديسك وريهم الديسك قومي اول حاجه ودي اخر حاجه اشتريناها على فكره اشترينا ايه اشترينا انا جيلك كده يا قلبي خليكي مكانك انا جيت لك بالكاميرا اشترينا لا 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 شيلي بس شيلي الازازه دي من قدامهم اشترينا اتنين ديسك تمام الديسك ده ب 125 وده طبعا الحاجه لا ايه امسكي بالعرض بقى عشان يشوفوه يا قلبي ايوه شطوره أيوة. يا جادتي ده كده اللي نازل جديد لان اللي هو البلاستيك القديم بتاعنا هنا بيتبصوا في هنا رجل ايوه بتتفرد وتتني البلاستيك القديم بتاعنا نازل منه التقليد البلاستيك بتاعه مش حلو خالص وده يعتبر الاجدد والاحلى شويه جبنا الواحد ب 125 وطبعا جبنا اتنين الاتنين نفس الشكل بس انا قلت لهم هنحط عليه ايه ستيكر هنحط عليه ستيكر او تيكت كل واحده تكتب اسمها على على الديسك بتاعها ده كده اول حاجه طبعا جاي في الكراتين اللي تحت دي عيني حاضر او كوبايه لبن تمام افتحيها وريهم الازايز جميله بسم الله ايوه كل واحده جابت الازازه اللي تليق على سنها جبناها من نص الفجاله تقريبا الازازه ايوه يا قلبي صح الازازه بتاعت جودي بسيطه جدا وهاديه جدا وجميله جدا كانت ب 60 جنيه لا ب 65 بالرغم ان هي اصغر ازازه جيداء بقى عجبتني قربيها كده جيدتي قربيها بس بصوا بقى ايوه فيها الوان جميله هي من هنا فيها دي شاليمو وفيها من جوه اللي هي الجزء ده علشان لو عايزين نعمله تلج وتبقى الميه فيها ساقعه ففكرتها حلوه وتحسوا ان هي بصوا فنكوشه كده عامله زي جيداء روشه جبنا الازازه بتاعت جودي لايقه يا قلبي الازازه بتاعت جودي ب 65 وجايده ب 60 مكانك بقى مكانك عشان نقول لهم الحاجه بسرعه واسعارها بسرعه 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 طيب جبنا ايه بقى تاني نبدا بالحاجات الكبيره ايوه ماشي نبدا استني يا قلبي لا تقع ابداي بالكشاكيل احنا مش لازم تفتحيهم هم باينين يا قلبي احنا جبنا هنا كشاكيل جبنا مسطر وجبنا انجليزي وجبنا كراسه الدست هناك المسطر كنت اقول المسطر ب 50 والانجليش برضو ب 50 والكراسه ب 60 تمام يبقى الكشاكيل ب 60 الدسته والكراسه ايوه صح والكراسه سوري الكشاكيل ب 50 يا ماما اتلخبط الكشاكيل ب 50 والكراسه 60 ايوه كده جبنا ايه تاني جبنا كراستين لا جبنا اربعه رسم جبنا اربعه رسم جبنا إيه؟ لا مش كل ده جبنا اربعه رسم اللي انا بقى عايزه اعرفه هي الواحده من دول بقت ب 15 جنيه ولا احنا اتضحك علينا فانا مش انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب ان الواحده ب 15 جنيه كراسه الرسم معرفش انا معرفش هم يكتبوا لنا بقى انا اخر مره كان السكتش ده ماما الواحد بكام كان الصغيره ب 2 جنيه وكان الكبير ب 5 جنيه ماما ها ماما الغالي ده من فيه مش مشكله بس على فكره دي اغلى واحلى حاجه هناك جبنا ايه تاني جبنا اتنين بورد اهدي يا قلبي اهدي الاتنين واحد جبنا اتنين بورد علشان الامتحانات الواحد ب 15 جنيه انا محتاجه اقرب شويه او كل حاجه باينه
ايه تاني؟ يلا اللي بعديهم. إيه في هنا ايه؟ لا ورق ايه؟ ورق كرة. ورق فلوس كاب. طلعي واحدة. جبنا ثلاثة، ثلاث رزم ورق فلوس كاب الواحدة ب20، وجبنا أربعة كربون الواحدة ب3 جنيه، صح كده؟ الجلاد بقى، الجلاد احنا جبنا كل الألوان، طلعيهم يا قلبي بالراحة. جبنا جلاد وتيكت، صح؟ جبنا الألوان، ماشي. بني، يلا بسرعة. بني، أزرق، أصفر، صح، أخضر، أحمر، أبيض. الكيس ب10 جنيه، وجبنا تيكت، جبنا تيكت. جودي اختارت ايه؟ القطة. جودي اختارت القطة اللي هي كيتي. وجيداء اختارت دورة. قربي شوية قلبي من الكاميرا. أيوة، الواحدة من التيكت كانت ب10 جنيه، ودي فيها كتير، فيها حوالي 3 ورقات من جوه تقريبا. يا خبر يا خبر، مش عارفة يا 3 يا 4، يا خبر، لا فيها كتير، يا 3 ورقات تيكت يا إما 4. طيب جبنا إيه تاني؟ الألوان. الألوان جبنا إيه؟ عايزة أوريهم قلم. حاضر، أنا بس عايزة أشوف الفلوماستر. الفلوماستر العلبة كانت ب20، جبنا اللي فيها 12. صح؟ ماما أيوة يا قلبي، عايزة أوريهم لون. وريهم لون بسرعة. العلبة الكبيرة ال 12 كانت ب20. أهي الألوان. بالراحة بالراحة يا قلبي، جميلة على فكرة. جميلة، والنوع الدولفين ده من أيام ما أنا كنت في إعدادي. النوع ده مشهور جدا من ايام انا كنت في اعدادي، رهيب. ايه تاني؟ الجليتر، قلبة الالوان الجليتر دي قلبنا عليها الدنيا، في الاخر طلعت بره مرمية على فرشة كده. واحد عنده كل الجليتر اللي في الفجالة. وريهم بقى كده الجليتر يا جودي. دي اللي فيها كام بقى؟ 12. لا زيادة تقريبا 12. عدي كده 12. هو عدى 12. 12 ب40. الستة كانت بكام؟ لا مش الستة، العشرة. العشرة كانت ب30، لا من فوق، والستة ب20، حاجة كده صح؟ تقريبا. المهم احنا جبنا دي، كانت أكبر حاجة. الأقلام الجليتر دي الحمد لله، الأقلام الجليتر دي جودي بتحتاجها في الامتحانات في الرسم. العلبة كانت ب40. جبنا الأقلام بقى، جبنا علبة فرنساوي فيها 50 قلم، والعلبة الفرنساوي كانت ب75 ولا ب80؟ يا ب80 يا ب85، حاجة زي كده. ب85 وخرجنا بره لقيناها ب75. 80 ده أول محل سألنا فيه ما لقيناش فيه أزرق. شفنا محل بعده قال ب85 ومش هتلاقي لف الفجالة، اضطريت إن أنا أجيب منه. خرجنا بره لقيناها ب75، اتضحك علينا في 10 جنيه. مش مشكلة. جبت بقى أنا لنفسي لشغلي بريما، كنت عايزة أجيب فرنساوي بس ما لقيتش فرنساوي أحمر، جبت بريما. أيوة، العلبة البريما دي مش فاكرة كانت بكام، كانت ب40 تقريبا، يا ب40 يا ب35. دي البريمه كانت ب35. وجبنا علبه اقلام رصاص فيبر كاسل. علبه الاقلام الرصاص كانت ب65 لانها فيبر كاسل، احلى حاجه تجيبوها في الاقلام الرصاص. هاتي كده يا قلبي. ايوه، والاقلام الرصاص الالوان برضو لو الوان خشب يجيبوها فيبر كاسل، الماركه دي رائعه. الرصاص بتاعها تقيل، اللي هو الرصاص ده، ثانيه واحده، الرصاص ده بصوا حتى طلع في صباعي ازاي. الرصاص بتاعها تقيل، الكاميرا مش قادرة تركز اهي. الرصاص، استني قلبي عشان الكاميرا تركز، مش اهي. الرصاص بتاعها تقيل، والخشب بتاعها بيستحمل البرية وما بي يعني ما بيخلصش بسرعة. جبنا ايه تاني؟ جبنا الاستيكة برضو فيبر كاسل اهي. الاستيكة برضو تبقى ماركة حلوة علشان ما تبهدلش الدنيا. استني قلبي عشان لسه في رصاص تاني. الاستيكة كانت بكام يا جودي؟ بسبعة جنيه. جبنا بقى البنسلز اللي هي دي. انا مش عارفة اتبرمك، بقول على القلم الخشب قلم رصاص، بقول على السنون ده بنسل، انا ده بنسل، يعني انا ده انا اتربيت ان هو ده البنسل اللي انا متعودة عليه. احنا جبنا ثلاثة بنسل، وجبناه روترينج. طبعا روترينج احلى حاجة في السوق للأقلام الرصاص. تمام، جبناه 7 ملي علشان يستحمل شوية. الواحد كان ب80، ده الواحد كان ب80 جنيه. جبنا 4. تمام، استني يا قلبي. وجبنا لها 4 علب سنون، العلبة ب5 جنيه. جبنا ايه تاني بقى يا جايدتي؟
جبنا قلم او جبنا كوريكتور، جبنا 4 كوريكتور. القلم الكوريكتور كان بكام؟ انا كاتبه كام؟ القلم الكوريكتور كان بسبعة ونص، ده المقاس الوسط، ما جبناش الصغير او الكبير صح. وجبنا جبنا اقلام سبوره الواحد برده كان بسبعة ونص، جبنا 2 ازرق واتنين اسود واتنين احمر. وجبنا علبه دبابيس للدباسه ب 10 جنيه عشان هنحتاجها. وجبنا بريت، ده بنحتاجه، ده بقى جودي وجايده ما اعرفش يا بيتغدوا بيه يا بيتعشوا بيه يا بيتسحروا بيه، هو بيخلص. نفسي اعرف البريت ده بيخلص على ايه، ما اعرفش. البريت ده نوع من انواع اللزق، تمام، لزق الورق ب 10 جنيه الواحد. جبنا بقى برايات كتير. اول حاجه جبنا البرايه الحديد دي للجودي علشان دي بتعيش، جبنا 2 من البرايه الحديد دي. الواحده من دي كانت ب 10 جنيه لان دي احلى حاجه هناك. استنوا الكاميرا مش قادره تركز. دي احلى برايه هناك ب 10 جنيه. جت جايده قالت عايزه برايه ملونه، رحت جايبه لها الحاجات الموف دي، هاتي الكمانجا. رحت جايبه لها، رحت مطلعه واحده موف، ورحت انا جايبه لهم 2 2 على شكل جيتار كده بينك لو سمحتي. مش عارفه ايه لازمتها البرايات. جينا نجيب مساطر، راحت جايده مش عاجبها المسطره الستانلس. انا قلت استني بس، انا قلت نجيب مسطره معدن ليه؟ لان احنا السيليكون لما بنجيبها بتتمسح. بصي طريه وجميله، السيليكون لما بنجيبها بتتمسح، الارقام بتتمسح. وجودي بتحتاج الارقام دي في الهندسه، وجيداء هتحتاجها برضو السنه دي، هي مش مقتنعه بيها. فجبنا 2. يا سلام، الاثنين زي بعض. جبنا المسطره دي، كانت الواحده ب 10 ب10 الستانلس دي. وجبنا بقى مساطر تانية علشان الانسه جيداء النونو برضو. وجودي دي كانت بكام؟ مش فاكره. دي ب10 جنيه برضو. قالك بخمسه. دي بخمسه. دي بقى مسطره خشب كده بس عليها رسومات كرتون. جيداء جابت البينك على لون الحاجات بتاعتها، وجودي جابت الموف على لون الشنطه بتاعتها. ايه تاني؟ اخر حاجه جبنا دي نوت بوك ليا انا، لان هما معاهم النوت بوك بتاعه سلاح التلميذ اللي بابا جايبها لهم صح. ماما وبرده ماما الوش موف مدرس، مش مشكله. وبرده ماما بتحتاج ايه؟ اللي هو السلوتيب. فجبنا بكرتين سلوتيب، مش فاكره بكام، مش متذكره بصراحه. تقريبا ب 10. تقريبا ب 10. دي كده كل الحاجات اللي احنا جبناها. شقه عمري لسه ايه؟ انا تعبت تقسم بالله. شنطتين. صحيح. أيوة. طلعي الشنطه اللي لا لا لا، اول حاجه الشنطه بتاعت الامتحانات. جبنا شنطه يروحوا بيها الامتحانات، تاخد الادوات بتاعتهم وتاخد رقم الجلوس. جميل، لونها محمر كده. والنبيتي ايه يا حاجه بتنجينه انت؟ والدراع بتاعها نبيتي كده وشكلها قمر. حد يلبس في رقبته كده على طول. هاتي نوريها لهم من قريب. يا رب على الشقاوه. يلا يا جايده، شقيه قوي، وريها لهم يا جودي. جبنا الشنطه الجميله دي. على فكره جودي نفس صوصه الشنطه بتاعت الدرس بتاعتك، ما اخدتيش بالك؟ والله نفس الصوصه، صدقي اهي. بصوا بقى، جميله جميله الشنطه دي، تبقى حلوه قوي في الامتحانات. تاخد الادوات، تاخد ازازه ميه بالكتير. لا لا، مش لازم الملزمه، هي جميله، تحس ان هي شنطه امتحانات كده، يا دوب على قد الادوات اللي هتاخديها معاكي. دي كنا جايبينها ب 100 ب 120. ولقينا بقى كده واحنا ماشيين شنط للايه؟ المصيف. لقينا شنط للبحر وللمصيف، قلنا يلا نجيبها كده في طريقنا، كنا في روكسي. فجبنا ايه؟ جبنا الشنطه السمر الجميله دي. احنا حاولنا ننقي حاجه تكون افتحيها. جبنا دي بقى بره ادوات المدرسه، بره اي حاجه، بس دي لقيناها كده لان فعلا عجبتنا. واحنا ماشي يا قلب، احنا بنجهز نفسنا للايه؟ للمصيف في شهر ايه؟ 9. المصيف في شهر 9 زي كل سنه ان شاء الله. فكل ما ننزل مكان بنجيب حاجه للمصيف. ايوه دي هتنفعنا جدا على فكره، كل ما ننزل مكان ونلاقي حاجه كده تنفع للمصيف نجيبها للمصيف. صح، شطوره، نحطها في الشنطه، نحط فيها المايوهات، الحاجات دي كلها. هاتي الشنط من وراكي تاني، حطيها جنبك دي كده، حاسبي تقعي. دي كده كل الحاجات، هاتي هلا يا جايده. دي كده كل الحاجات اللي احنا جبناها. مش عارفه طولنا عليكم ولا لا. في مقلم موقع، هاتي هلا يا جودي. مش عارفه الفيديو طول ولا لا، بس احنا مبسوطين، جودي وجايده مبسوطين. الحاجه اسعارها غاليه جدا جدا جدا، بجد بجد ربنا يعيننا. كله
اتفقت مع جودي وجايدة باباهم هو اللي قال لهم كانوا عايزين يطلعوا فلوس من معاهم اللي هي الفلوس اللي فتحنا الحصالات، الحصالات اللي بتتفتح ما بتتقفلش تاني تمام، عشان احنا عندنا حصالات تانية بتتفتح بيتاخد منها وتتقفل. فتحنا الحصالات اللي كانت فيها 800 جنيه كانوا عايزين يقولوا لبابا هم اللي عايزين يجيبوا ادوات المدرسة. بابا طبعا مرضيش نهائي، قال لهم لا انا اللي هجيب لكم ادوات المدرسة وخلي انتوا الفلوس اللي في الحصالة لو عايزين تخرجوا بيها خرجوا، لو عايزين تحطها في الدولاب بتاعكم نخرج بيها بكرة. فاحنا مش عارفين بقى هنعمل ايه بيها، لسه مش عارفين تمام. حاجة عجبتني قولولنا، قولولنا اكتر حاجة احنا نخليهم هما، احنا نخليهم هما يكتبولنا في التعليقات ايه الكعكة اتفكت الكعكة اتفكت، احنا نخليهم هما يكتبولنا في التعليقات دي حبيبتي، نخليهم هما يكتبولنا في التعليقات اكتر حاجة عجبتهم. ماشي انا بقول دي حبيبتي على شنطه المصيف يا قمر، انما كل الحاجه جميله والله والله. انتظروا بقى فيديوهات كتير جدا تجهيزات للمدرسه، وان شاء الله فيديوهات هتعجبكم قوي. اكتبوا لنا رايكم تحت في الحاجات اللي احنا اشتريناها، وكمان يكتبوا لنا تحت في التعليقات مين اشترى حاجه المدرسه، مين اشترى شنطه المدرسه، مين شنطه المدرسه بتاعته لونها ايه، واللي عنده شنطه حلوه من السنه اللي فاتت يسمع كلام ماما. لا 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 حرام حرام حرام، اللي عنده شنطه حلوه مفيش فيها اي مشكله ماما بتنضف الشنطه وبتخليها زي الفل وينفع نروح بيها، ادام الشنطه كنا مشترينها غاليه وحلوه. ايه يا قلبي لو عندكم شنطه مدرسه صغرت ايوه جيبوا، ولكن لو عندكم شنطه درس خليها. ده عشان هي جايداء حصل معاها كده، لو الشنطه صغرت هاتوا، لو عندكم شنطه حلوه ومناسبه ومظبوطه من السنه اللي فاتت الكعك عماله تتفك يا عيني ومناسبه من السنه اللي فاتت مفيش مشكله صح مفيش مشكله، انما لو مفيش او الشنطه صغرت زي شنطه الحروف ابتدت تدخل في بعضها زي شنطه جايداء، لا فعلا كده يبقى من حقكم تجيبوا ايه شنطه للمدرسه صح. قابلنا فانز كتير، قابلنا في روكسي لا في العتبه وفي وسط البلد وفي الفجاله صح. قولوا لهم باي. لا تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب تو جارد، شوفوا لكم كل فيديو، باي باي.